كمان مرة برحب فيكم مشاهدينا. كل حدا لما بده يعمل بيته بصير يفكر مش لليوم ولا لبكرة، بصير يفكر لعشر سنين لقدام ولعشرين سنة لقدام. كيف فيه حافظ على هيدا البيت فريش؟ كيف فيه خليه حلو؟ كيف فيه خلي كل شيء استعملته واستخدمته والطراز يلي نقيته يضل هو ألامود؟ لأنه كتير أوقات بنسمع أنه يا الله صار هيدا البيت دي مودي، أو هيدا البيت خلص قطع عليه الزمن. كيف يعني قطع عليه الزمن؟ كيف يعني بطل على الموضة؟ هل هيدي الأشياء بتدخل ضمن الهندسة الداخلية؟ هيدا يلي رح نعرفه مع المهندس زاهر عبد الله. صباح الخير. صباح الخير مريم. أهلا وسهلا فيك. بسم الله عليك. ما بق... يعني ما بدي أحسب حساب شو أحكي بعد المقدمة لأنه خلص. لا أنا قلت صافي خطر. قلت لك امبارح كتير حبيت الموضوع لأنه الموضوع. على فكرة كتير بتصير معي أنه في كتير بيوت بتفوت عليها أوقات بيتك مش في كتير بيوت، خلينا نحكي من حالنا، بتفوت عليها بعد خمس سنين ست سنين بتصير تقول يا الله خلص باخ البيت أو خلص زهقت. تماما. هي هيدا زهقت إلها علاقة بالموضة؟ تماما. بالهندسة الداخلية ما في شيء بيبطل، بالهندسة الداخلية ما في شيء دارج، ما في شيء ألوان هيدي السنة. يعني هيديك المرة عم شوف على إحدى المنصات مهندسة طالعة تطلق موضة الانتير اركتكتشر أو الانتير ديزاين بالألوان. ما في موضة بالألوان، إيه ما في اليوم ألوان ترابية دارجة، ما في رمادي دارج، ما في أبيض دارج، لا في كونسبت ركب بعصر النهضة اشتغلنا على أساسه. نحن اليوم مكتشفين للأشياء اللي كانت قديمة واللي شفناها عبر العصور بالإستوار دولار، ما عنا ابتكار إلا بالآلات الحديثة اللي طرقت على المعامل، معامل الرخام، معامل الخشب، تغير الليزر كات تبع قص الرخام، تبع قص الخشب، تبع التبليط، هيدا اللي تجدد؟ الإنارة، هيدا اللي تجدد، هيدا عم تجدد بالهندسة الداخلية. في بيزكس بالهندسة الداخلية لازم تكون على طول موجودة، اللي هي الإنارة، الإضاءة، انعكاس الضوء، المساحة، خلق مساحة زايدة، دراسة المساحة، دراسة ارتفاع الأسقف، هيدا التجدد بالهندسة الداخلية. ما في تجدد بالهندسة الداخلية، ما في اليوم شيء بنقول انه نحن بعد عشر سنين يمكن يكون هيدا الشيء منه دارج بقى، لا على طول دارج الخشب، على طول دارج الرخام، ولكن طريقة استعمال للأشياء تغيرت، طريقة استعمال المادة. يعني اليوم بروح على مكابس الخشب وبروح على معامل قص الخشب، المكنات اللي كانت موجودة بالثمانينات وبالسبعينات وبالتسعينات بطلت موجودة. ليه؟ لأنه صار في مكنات جديدة صرت بتقدر توصلي بقص الخشب على ستريبس سنتي 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 سنتي. كان قبل عم نشوف هالعمود الكبير المضلع، هيدا اللي بيتطور، بتتطور التقنية، بتتطور اليد العاملة اللي هي المنجزة والإلى الفضل الأول والأخير، لا إذا بدك طرح إبداعاتنا اللي نحن بنستعملها. أحد المهندسين العالميين قال إنه الإبداعات على ممارسة الإبداع على المساحة هو التطور، هو لما يكون في عنا صوفة كتير كبيرة لونها أبيض رح تضل عايشة عنا عشرين سنة ما رح نزهق منها، ولكن دراسة المساحة ما بتخليك تفوتي على بيتك أو حيالا بيت تقولي اتجرت من المساحة ما بقى عم بقدر استوعبها. فينا نغير بابي بان، فينا نغير إنارة، فينا نغير ألوان، ولكن بدنا نفصل ما بين الهندسة الداخلية والتقطيع وارتفاع الأسقف والتبليط والسوليد آيتمز، وما بين الديكوريشن الانتير ديزاين. هيدي كتير مهمة. الديكوريشن هي الكاشنز اللي هي الفابريك، لون الفرش، هي طاولة النص، عجبتك طاولة نص ميد تيبل بغير جاليري رحت جبتيها، هيدا منه مود، هيدا منه كونسبت، مش هيدا المود الاساسي يعني. ولا هيدا شغلنا، يعني اليوم ما فيك تدق لحدا اركيتكت بتعرفيه بتقولي له عبالي غير طاولته النص شو رايك، ما في جاوبك على التليفون، ما بيقدر. في مسؤوليه مدنيه، في سيركيليشن لازم يحترمها، بقول لك بدي اشوف السبيس، بدي اشوف المساحه، بدي ادرس المساحه. لكن التطور بالهندسه الداخليه عبر او اوفال او راوند شيب، اليوم صارت عندنا اليبس شكل مسدس، هيدا تطور بالشيب، هيدا تطور بالايتم، تطور بعناصر الفرش. كيف صار؟ صار لانه خلقت عنا مكنه المصنعين تقدر تعمل هيدي الاشياء. عم نشوف على كل حال مجموعه صور هلا بالفيجوال اللي عم نشوفه مع المشاهدين، عم نروح لحتى نشوف الكنب او السوفاز كيف تطورت، كيف صار هيدا اللف البلانتيسيو البي ام بي، عندنا دبل سايد بهيدي الفوتاي، ليه؟ لحتى ما نروح على اثنين فوتاي بهيدا الصالون، لانه عندنا فيو حلوه للكلاينت، ما خسر
القعده بالصالون قدام الشيميني وما خسر الفيو، صار في عندنا دبل سايد، صار في عندنا الظهر بنص الفطاي. هيدا تطور ايه. طبعا هيدا تطور بانتاجيه الفرش. عم ننتقل لنشوف بغرف النوم، غرف نوم حديثة. أنا اليوم تقصدت بالصور أنه يكون في عنا أشياء كتير قديمة وأشياء كتير حديثة. أوكي. لحتى فإذا نشوف... شوي شوي لنقدر نعلق عليهم. شوي شوي علينا. لحتى نشوف الصور. التطور. أوكي. كيف صار. اليوم عم نشوف البي أن بي ستايل بالأرم تشير الطلياني. كيف كان انكليني مع الظهر، مع شكل الظهر. هون عم نرجع على العصور القديمة شوي. صح. على الباروك، على إذا بدك الانتير الفاحش اللي هو الأسود الفانجي مع الـ مع النيرو ماكينة للخام. بده مساحة. بده مساحة، بده ارتفاع. لك أنا مساحة. ألوان غامقة، ذهبي، أسقف سوداء، ذهبية. بده أسقف عالية. بده أسقف عالية، بده سكيل كتير كبيرة. هون بهيدي المرحلة كان عنا قصر خام وعنا قصر خشب، بس ما كان في عنا تطور بالمواد وصلنا لهيدي المرحلة إذا بدك، لحتى نمارس مثلا البوشوار على الحيطان، لحتى نمارس ايه الليزر كات على الحيطان بال بال, بال عن طريق مثل البابيي بان. بس هي ملكية الأوضة يعني. كثير كوين ستايل. تطور الانتيريور بهيدي الطريقة. أوكي. بهيدا تلبيس الحيطان اللي تطور هو الكفرينج تبع الماتيريالز، كيف صرنا نستعمل الماتيريال. ولكن الرخام، الخشب، الوول بيبرز، الموكات، السجاد موجودين عندنا من كثير زمان، مش نحن اللي خلقناهم. ولكن على سبيل طريقة على سبيل المثال السجاد، طريقه الميكساج فينا نقول اكيد طريقه القص، طريقه التصنيع. السجاد العجمي او الكوكازي اللي كان كتير دارج من 10 سنين لهلا صار عم فات علينا اللي هو البرينتد كاربت اللي عم يجي لايت جراي، اللي عم يجي باج، تغير كومبليتلي. صرت بتقولي انه تغير السجاد. السجاد موجوده كسجاده كعنصر تزييني و للتدفئة، ولكن تغير الليزر كات. صرنا نشوف الراوند الكبير، صرنا نشوف الاوفال، الاشكال الغريبه بالسجاد. بالخشب تغير عندنا كثير، صار في عندنا هيدن دور، تقدر تشوفي حيط جدار ملبس وود وول كلادينج، منك عارفه وين موجود الباب، هذا الباساج بين الداينينج والمطبخ. سو بالانتيريور اركتكتشر التميز والانتاجيه هي بالتصنيع، التطور هو بالتصنيع. ما بقى حدا يقول دارج او مش دارج. اكيد اذا عندنا بابيي بان لابننا اللي عمره 6 سنين بحب سوبرمان، بده بعد 15 سنه يغيره، اكيد هيدا منشيل بابيي بان منحط بدله. هيدي ديكوراسيون. خلينا نقدر نقسم ما بين الهندسه الداخليه وما بين الديكور اللي هو يعتبر حرفه. حيلا دهان في مارسو، حيلا ست بيت عم تعمل صبحيه بتقدر تحط، لانه شيء بيعصب بتعرفي ليه؟ بتفوتي على السوشيال ميديا بتلاقي انه اليوم هاي السنه رح نشتغل برماده. ما فيك تشتغل برماده او ما فيك تشتغلي برماده، بدك تروح تشيك بالمعارض تشوف الانتاجية الدولية بالتصنيع، الانتاجية العالمية بالتصنيع، معامل أوروبا شو عم تنتج، بإيطاليا شو عم يحكوا على الانتير اركتكتشر، هاي السنة شو المود. ما بنقدر، ما انه ديفيلي الانتير اركتكتشر. الانتير اركتكتشر هو بيزكس، عواميد، ارضيات، حيطان. لا خليني اقول هو دراسه كمان، هو صيح، هو صيحه علم. مود. نعم، هو هو ارت اند ساينسز بالجامعات. يعني عم نحكي بوزار، هو كلتين اجتمعوا في كليات عنا. برافو. بكليات الهندسه اسمه الفنون والعلوم. الفنون اللي هو الابداع، اللي هو البوزار، اللي هو الارت. العلوم اللي هو سكيل، البيرسبكتيف، الجيومتري ان ذا ستوديو، بنحكي ماتيماتيك، بنحكي ارتفاع الاشخاص، بنكون عم نصلح ديزاين بنقول انه سكيل تبع الكاوتش كثير كبيره. هيدا التطور بالهندسه الداخلية. بدنا نطور ذاتنا كمكاتب هندسة، كمهندسين. نعم. من ثم بدنا نحاكي الكلاينت نقول له انه الكاوتش اللي شايفتيها على وسائل التواصل الاجتماعي ما بتزبط عندك ومنها دارجة، ومش كل شيء دارج بدنا نحطه. سو هيدي اذا بدك النقلة اللي بدنا نعملها بالرينوفيشن، هي بنكون عم ننبش سنجرية، كهرباء، عم نعمل رينوفيشن لبيتنا، عم نعمل مينتننس لبيتنا. ما بنقول قدام العالم عم فاتحين ورشة ديكور، ابدا ممنوع. هيدي منا ورشه ديكور، هيدي انستالاسيون، هيدي تمديدات. ولكن اذا عم نحكي تبليط واسقف واعمده، هونيك عم نحكي هندسه داخليه، لحتى نكون قسمنا هيدا الفرق بالنص اذا بدك. شكرا لك زاهر عبد الله، شكرا لوجودك معنا.